للتعليق على انضمام مصر في مجموعة بريكس ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور وليد جبلة. تحياتي لحضرتك دكتور وليد، كل عام وحضرتك بخير. تلك الخطوة الهامة من انضمام مصر لتكتل بريكس، هذا التكتل الاقتصادي الكبير، أهمية الانضمام وما سيعود على مصر من المشاركة والانضمام لهذا التكتل الاقتصادي العالمي. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. وبالتاكيد هي مناسبه جيده وحدث انتظرناه طويلا بعد دراسه وتقدم مصر بطلب للانضمام الى بريكس وقبول بريكس في القمه الاخيره. انضمام مصر في القمه التي عقدت في جنوب افريقيا، الان اتى وقف تفعيل انضمام مصر، والواقع انه حتى من قبل ان تنضم مصر بصوره رسميه بدأنا نتابع بعض الإجراءات، مثل المفاوضات التي تتم حاليا حول اتفاقية لتبادل الديون باستثمارات ما بين مصر والصين. هناك أيضا تعاون ومفاوضات تمويلية ما بين مصر وبنك التنمية الجديد التابع لبريكس. الانضمام مصر لبريكس في حد ذاته هو إعلان ثقة لهذا التكتل في أن الاقتصاد المصري قادر على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل أن يشكل إضافة للتجمع، وأن يكون قادرا على خلق عمليات تعاون ما بين مصر وما بين دول التكتل. أتصور أن مصر بالفعل قادرة على هذا الأمر، وأن انضمامها سيعزز من عمليات التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات ما بينها وما بين دول التكتل. التكتل يستهدف تعزيز عمليات التبادل بالعملات المحلية وخلق مؤسسات مالية مناظرة وموازية للمؤسسات الغربية. الواقع أن مصر منفتحة على الجميع، منفتحة على الغرب ومنفتحة على الشرق، وتتطلع لمزيد من التعاون مع دول بريكس التي تتعاون بصورة كبيرة مع معظمها. مصر بالفعل لديها تعاون كبير مع الصين، مع الهند، مع روسيا، مع البرازيل، مع غيرها من الدول، ولكن أتصور أن الأجواء أصبحت أكثر جاذبية وأكثر تهيئة لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة. نعم دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.